السلام عليكم، صباح الفل، عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. ده فيديو للسوق الجمعة بتاع الكلاب او الحاجات، مش هقول النادرة يعني، لكن هنقول الحاجات اللي هي الكويسة في الموضوع، الحاجات اللي يتحط تحتها خط احمر، سواء مثلا نتاية تحتها جروين، سواء دكر مثلا وايت جيرمان كويس مستوى حلو، حاجات اللي هي تعتبر مثلا نتاية كين كورسو، حاجات اللي هي مش بتشوفها في السوق كتير، مش دارجة دايما في السوق، في نفس الوقت ليها الباحث عنها. تمام، اركن بقى السوق كله على جنب، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ولا تعمل لايك ولا شير ولا كومنت ولا اي حاجة، صلي على النبي، دي اهم حاجة من قلبك، ولا عليه افضل الصلاة والسلام. لما نخش نتفرج على السوق ونشوف ايه النوادر اللي احنا بنقول عليها، او ايه الحاجات اللي يتحط تحتيها اللي يتحط تحتيها خط احمر. يلا بينا. ده عسلية خالص، قعدت رنة بص عليه. هاسكي ده صح؟ ده هاسكي، وده ده وايت جيرمان ولا هاسكي؟ وايت جيرمان. وايت جيرمان صح؟ شغال الكلب ده؟ اسمه سباج، انا من بحر. خلص يا معلم، منين؟ من بحر. السيال حبيبي على دماغي يا حبيبي. الله يكرمك. ابنه اللي بينزل بالكلاب في الشارع في احمى مايكل. حبيبنا برضه احمى مايكل. بكام الكلب ده؟ 800 جنيه. معايا فيديو بتاع الجوازه، معايا جراوي والجوازه بتاعته بيتباع ب 800 جنيه، الوايت جيرمان ب 3000. السلام صلي على النبي. كلب شرس ده، ده بيتعريك كلاب، ده شرس كلاب. طب ده بني ادمين ايه؟ ايه؟ هو هي نتايه ولا ده؟ نتايه. حامل. نتايه وحامل ما شاء الله. بجد والله. بسم الله ما شاء الله. حبيبي على دماغي والله. لا عزيزي. اديني رقم التليفون. على مالك يا صاحبي؟ زيرو 12 زيرو 12 11 11 9 3 9 3 8 0 8 0 7 6 7 6 اسمي زبادي، اخوكوا زبادي من بحر اهو، الراجل محترم اهو. تمام قشط. ب 800 جنيه وفي كلام برضه. في كلام. تمام. الكلب اللي مصلى على النبي يعني، فاهم؟ عايز ياكل. هاسكي على وايت جيرمان. هاسكي على وايت جيرمان. هاسكي. تمام. بس دي النتايه دي اللي عايز يشتريها، هي بكام صح؟ ب 3000. رقم موبايلك كام؟ 012 74 78 47 51. عامل نتاج اللغة ان شاء الله. الجولة بالكلاب. انت يا بيتبول بعيالها جروين، الجرو بكام؟ ب 800. والام بكام؟ النتاي ب 1000 جنيه. ان شاء الله. انا مش عايز اقرب عشان ايه ما تعضش. بس الام كلها سودة خالص. اديني رقم التليفون. اسلماء 012 02 03 81 30. ما شاء الله. هو الموقف في حد ذاته ان انت تشوف امه بترضع جميل، فلما تشوف بقى الموضوع ده بيحصل في الدوشه دي كلها في السوق،
وهي عندها الثبات الانفعالي بتاع الهدوء اللي هي فيه دلوقتي ده، فما شاء الله. ده كرهوس تمام. سو في حد ميديم هير يا طاشر. الراجل بيقول لي انا عريس ونزل اتخلص منه، فهيبقى سعره كويس. بكام هو؟ كام؟ 1500. رقم موبايلك كام؟ 012 7 2 0 5 3 5 7 1. كلب زي ما انت شايف. لازم اتصل عليه. ياخد الاشهر. بص الكلب ده. وعلى ايده الطويله سيكا. بس هو كجثمان كرسمه بشكل عام حلو. انت عايز فيك ايه يا معلم؟ عايز فيك خمس. عنده قد ايه؟ عنده سنتين. سنتين ب 5000 جنيه. بص الماسك بتاعه، بص الوانه، اللون النبيتي. والله غامق ده. وش شلوش كفوف يا جدع. هاي اديني رقم التليفون يا معلم. 012 8 6 8 2 8 2 8 5 7 5 7. جرو ده ابنها؟ اه. ايه؟ ابنها هو. واد ولا بنت؟ انت بكام؟ بكام يا معلم؟ 1500. 700. الام ب 1500. والبغل اللي وراه كين كرسي. بنوته برضه ولا لا؟ بيت كين كرسي 7000 جنيه. سبعة تلاتة. دين رقم التليفون. 012 2 4 9 4 6 6 0 8 6 6 0 8. تخيل الشحطة دي، الشحطة دي قلبها ضعيف. تخيل كين كورسو دي بسبعة تلاف جنيه. تقليب جميل والله ما شاء الله. بس عامله ازاي؟ عودة برنس السوق. حبيبي يا محمد. احلى احلى في الدنيا كلها. حبيبي الله يوسع عليك. دراي قطط. احلى راجل في الدنيا. الله يكرمك يا حبيبي. اقسم بالله. اللي عايز حاجه للقطط اهم حاجه عندنا صلى على النبي. الدراي ده بكام؟ الدراي ده بيعمل 35. 35 جنيه تمام. الحاجات دي 5 جنيه الكيس. 5 جنيه. 5 جنيه. الحاجات دي بتاعت العصافير ولا بتاعت السمك؟ مجموعه دي. دي مجموعه فيتامينات للسمك. دي بتعمل لها 15 جنيه. 15 جنيه على بعض. اه حلو. ده ايه ده؟ ده دواء مزيل كلور. مزيل كلور للحوض بتاع السمك. تمام. وده اكل سمك مستورد. اكل سمك مستورد. الكيس زي ده بكام؟ 10 جنيه. ب 10 جنيه. دي كوكا. تفتح كوكا شكلها جميل. في منها الوان. بص طيب حجر ملون برضه للاحواض. تمام. الفلاتر
متاح فلاتر قواقع طبيعية، قواقع طبيعية كبيرة دي تنفع برضو حلية للبيت، ناهيك ان هي بتاعت احوض سمك. تمام، رقم التليفون كام احوض؟ 012 76 76 0 8 2 5 4 8 5 4 8. في نهاية الفيديو اتمنى تكون الترشيحات او الكلاب اللي هي يتحط تحتيها خط احمر، يعني كان في ناس حاجات بتدور عليها، يعني الوايت جيرمان ده بيتسأل عنه كتير، النتاية اللي هي بتخلف وتكون منتجة وتكون بتحضن في اي ظرف من الظروف، دي حاجة مطلوبة جدا، في بغض النظر عن التقليب انا شايفها هي حضان كويس جدا. برضو النتاية الكين كورسو محتاج يتكشف عليها طبعا، ومحتاج يتبص عليها ايه الدنيا فيها ايه، عشان برضو ابقى فاهم برضو ما انا هدفع مبلغ 7000 جنيه، مش هدفعه كده بكش وقوانطة زي ما بنقول بالبلدي، لازم برضو اتأكد ان الحاجة دي صحتها كويسة بتنتج، هقدر اخد خير فيما بعد من وراها، لان انا هجيب حاجة زي دي انا عايز برضو يعني اكسب من وراها ولو شيء بسيط. تمام، طيب هنصلي على النبي تاني، ولا افضل الصلاة والسلام، وصباحكم فل، السلام عليكم.